لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اكتفى أثره وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد معشر المسلمين الكرام، اتقوا الله العظيم الجليل حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادنا على نار ربنا لا تقوى. أما بعد معشر الكرام البراءة، صح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحد منكم بعمله. ولا قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واغدوا وروحوا واستعينوا بشيء من الدرجة والقصد تبلغوا. ما أعظم هذا الحديث يا كرام، ما أعظم هذا الحديث وما أجمعه من خير والوصايا والوصول الجامعة. قليل بمعناه، عظيم جدا في مبنى، عظيم في قليل بمبنى، عظيم جدا في معناه، تؤلف اللفظ والمعنى فصاحته. تبارك الله ينشئ الدر في الكلم. أسس عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الأصل الكبير والذي هو من محاسن الإسلام العظيمة، فقال لأبي وأمي: إن الدين يسر. إي وربي، إن هذا الدين يسر، أي مسهل وميسر في عقائده وأخلاقه وأعماله وأفعاله وتروكه. دين كامل شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين شامل بعقائده، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. شامل في أخلاقه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إي وربي، دين الإسلام ميسر في أحكامه ونظامه وتشريعاته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا إرهاق في أوامر الله ولا تكليف بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. ثم قال: والقصد تبلغه. إي وربي، في القصد بلوغ الأمل وتحقيق المؤمل، والقصد هي المداومة على السير إلى الله بلا إرهاق ولا شطط. ومن لم يقتصد فبالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. وقد جاء في رواية ابن عمر: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المبت لا ظهرا أبقى ولا سفرا قطع. القصد تبلغ. دخل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي فإذا فترت أمسكت به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من بني أسلم، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. قال: مه، عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله ما يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عبد الله قال يا ليتني أخذت بالرخصة فلم أكن قبلت الثلاثة الأيام التي طالبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فأوغلوا فيه برفق والقصد القصد تبلو. لعمرك ما طرق المعاني خفية ولكن بعض السير ليس بقاصدي. في الصحيحين قال علقمة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان عمله ديما. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يستطيع؟ وكان إذا عمل عملا أثبته. صلى عليك إله العرش ما غربت شمس النهار وفي أبوابها طلعت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه. معشر الكرام البررة والقصد القصد يا كرام يكون في الأمور كلها في المأكل والمشرب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والقصد والاتصال في النوم وراحة النوم في النوم راحة ونشاط وقوة. فمن بالغ في النوم ضيع الصلوات وأصبح ثقيل الروح خاب إلى نفسك أسنان. ذكر عند رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام ليلة حتى أصبح فلم يصلي. قال ذاك رجل بال الشيطان في بطنه. ومن بلغ يقظا في تربيه نفسه وتربيها أثقل كاهلة وأرهق راحلته وضعف في حق الله تعالى عليه. تربيح وتربيه لا يكون غاية المنى أو يأخذ بعقول ذوي الحجة. لا يمنعه إن سمعها اعترض لها. نعم لا يمنعه إن سمعها اعترض لها. عين على كل منشور وأذن لكل دعاية مأكول. ومن بالغ في المتاجرة والكسب وتحصيل الغنى عمله وظن السواب مالا والغيبط للأغنياء جاء بين عشية وضحاها ما يلبث أن ينقطع به الطريق وتتراكم عليه الديون وينسى معها الحضور. فأوغلوا يا كرام فأوغلوا برفق ولا تنسى نصيبك من الدنيا والقصد القصد تبلغ. ومن بالغ أيضا من بالغ في المثالية والمقارنة بغيره اشتكر نعمة الله تعالى عليه ولم يهنأ برزق ولم يسعد بعطاء أبدا. ليس كل الدهر يوما واحدا. ربما ضاق الفتى ثم اتسع. إنما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه ودع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم من أمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحاقدين المعتدين. اللهم لا تجعل لهم على المسلمين راية واجعلهم ممن خلفهم عبرة وآية بقوتك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وأيد اللهم بالحق إماما
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.